نعم، ميدانيا دعنا نبدأ من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة نحو بلدات غلاف غزة ومناطق أخرى منذ صباح هذا اليوم. دوت صافرة الإنذار نحو 5 مرات، معظمها على مناطق أو بلدات غلاف غزة. هذه طبعا صواريخ قصيرة المدى، معظم البلدات المستهدفة كانت في جنوب غلاف غزة، بما أنها قصيرة المدى يمكن التقدير بأنها خرجت من الجنوب. هذه المناطق هي قريبة من مدينة رفح وأيضا من مدينة خان يونس، ويبدو بأنها خرجت من تلك المناطق. ولكن من جهة أخرى أيضا مساء هذا اليوم كان هنالك رشقة صاروخية على منطقة شرقية عسقلان، وهي تقع ما بين وسط البلاد وما بين عسقلان. هذا يدل بأن مدى هذه الصواريخ ليست قصيرة، إنما مدى أبعد من ذلك، ولذلك ربما يرجح بأنها انطلقت من شمال قطاع غزة. على أي حال، هذه ليست أول مرة نرى فيها صواريخ تطلق أيضا من شمال قطاع غزة، وإن كانت أقل من السابق أو أقل مما يطلق من الجنوب، ولكن هذا يعني أيضا بأن القوة الصاروخية لحماس ما زالت متواجدة، وأنها ما زالت قادرة على إطلاق هذه الصواريخ. وإن كانت هذه القدرة تراجعت خلال الأسبوعين الأخيرين، ولكن نحن نتحدث عن الأسبوع 10 للحرب، اليوم 73 للحرب. اليوم مثلا صباح هذا اليوم كان المحلل العسكري لصحيفة دعوت أحرونوت قد قال بأن جيش حماس لا ينتهي، بمعنى أن إسرائيل ربما كانت تعتقد بأن هذه الحرب قد تكون أقصر يعني من مما هي تستغرق وقتا حتى الآن. من حيث التحركات الميدانية، ما زالت هنالك اشتباكات أيضا في منطقة الشجاعية. رأينا كيف أن المنطقة الشرقية في الشجاعية تقريبا هدمت بالكامل، يبدو بسبب إما بأن إسرائيل تتجهز لإقامة حزام أمني يدخل إلى داخل قطاع غزة من المناطق الشرقية لكي لا يكون هنالك مناطق سكنية قريبة من بلدات غلاف غزة، وإما أن هذا الهدم أيضا يأتي لمنع رصد تحركات الجيش الإسرائيلي أو سكان بلدات غلاف غزة عبر هذه العمائر الطويلة في منطقة الشجاعية أو كل ما هو قريب من منطقة الشرق. كذلك هي الحال في بيت حانون التي رأيناها أيضا من الجهة الشرقية من بلدة سديروت، يبدو بأنها سويت بالأرض بشكل كامل، معظم المباني هناك هدمت وهي ما زالت تقصف. شهدنا ذلك في الأيام الأخيرة أيضا بأن هنالك قصف مدفعي، ولكن أيضا قصف جوي أحيانا عنيف على منطقة بيت حانون وعلى منطقة بيت لاهيا، وهي المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب، بمعنى أنها يعني تقصف منذ 10 أسابيع، ويبدو بأن العمليات هناك لم تنتهي حتى الآن. الآن الهدف القادم لإسرائيل هو خان يونس، من الواضح بأن المعارك هناك رغم أنها ضارية ولكنها ستكون مختلفة عن المعارك التي خاضتها إسرائيل في شمال قطاع غزة بسبب الاكتظاظ السكاني هناك. أعداد أولا منطقة خان يونس أو محافظة خان يونس هي المحافظة الثانية من حيث حجمها بعد محافظة غزة، هنالك كثافة سكانية عالية، أيضا هناك نزح سكان أجبرتهم إسرائيل على النزوح من شمال القطاع نحو جنوب القطاع، وبالتالي العملية القتالية هناك قد تستغرق وفق التقديرات الأمنية الإسرائيلية شهورا، وأيضا نموذج العمليات هناك قد يكون مختلفا، قد يكون على شكل مداهمات أكثر مما هو تدمير كامل للمنطقة كما حصل في شمال القطاع مرة أخرى، يعني بسبب الكثافة السكانية في تلك المنطقة. أيضا على الصعيد الميداني كان لافت اليوم بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إيجاد نفق كبير، هو ما تسميه إسرائيل نفق استراتيجي. هي تقسم الأنفاق إلى 3 أنواع، الهجومية والدفاعية والأنفاق الاستراتيجية. على شاكلة النفق الذي تحدثت عنه اليوم رسميا، والذي يبلغ عمقه نحو 50 مترا تحت الأرض، وأيضا طوله 3 أمتار، يمتد إلى 4 كيلومترات من جباليا، وحتى يقترب من يعني يبتعد عن معبر بيت حانون في الشمال 400 أمتار فقط، وهو يمكن أن يعني ممكن أن يدخل به أيضا مركبات. تقول إسرائيل بأن محمد السنوار أخ يحيى السنوار هو كان المسؤول عن بناء هذا النفق. الآن يتم تدارس المواد المتواجدة هناك، ما يجده الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى الذخائر وما شابه، وربما يتم تفجير هذا النفق يعني قريبا أو في الأيام القريبة. طيب، بالنسبة لحصيلة القتلى اليوم كان
تفضل. كان إعلان عن 3 جنود إسرائيليين كانوا قد قتلوا، أحدهم في شمال قطاع غزة. هذا أيضا دلالة على أن المعارك في شمال القطاع رغم كل هذا الوقت، اليوم 73 للحرب، لم تنتهي، وبأن في هذه الاشتباكات أيضا هنالك أثمان في حياة الجنود الإسرائيليين.